أمنة الصغير، دكتور في الدواء بيبليك، مكتب جديد لولاية القيروان، المعروفة القروان اللي هي منطقة بلاصة استراتيجية على الأخر. معناها الكلية هذه مش تكون متعددة التخصصات، وإحنا حبيناها متعددة التخصصات باش نلبيو طلب كل طالب عنا رغبته في أنه يتكون في مجال معين. وباش تكون من الأهداف الأساسية أنه إحنا مش لبيو طلب كل طالب معناها رغبته في أنه يوصل لمستوى معين دراسي وزيادة مستوى مهني يخليه يعيش عيشة كريمة وما يقعدش في البطالة كما اللي الحالات. معناها أنا كنت حالة منهم، معناها أنا أستاذ تعليم عالي، قريت في ليتاتيك برشا، أخذت فكرة على الحقيقة، كنت قريبة ياسر من الطلاب متاعي، كنت أخذت الفكرة منهم هما، استوحيتها من الأول، وبعد قعدت قلت بوركوا با ما نمشيش للدومين معناها بريفي، علاش ما نلوج ديما على الطالب دو كاليتي، طالب اللي فيه الجودة، حتى ولو كان هو ما فيهوش الجودة نخلقوا فيه الجودة باش بالإدوكاسيون دو كاليتي اللي احنا مش نوفروه له بلي بارتنير ديما انا في جوريديك نقول شبي قروان ما فيهاش لا كلينيك جوريديك كيما لا سونتي فيها لا كلينيك ميديسين. لازم الطالب يقرا ويتعلم في نفس الوقت الدومين متاعه يبراتيكي ديجا المداخلات الكلها نحكيه على كيفاش لازم الطالب مش يكمل يواصل ياخذ الدبلوم وبعد يبدا الكارير متاعه، لازم هو يقرا وهو يعمل في الكارير. مكسب جديد من المكاسب اللي تنضاف الى القطب الجامعي بالقيروان، والكليه هذه كليه متعدده التخصصات، حبيناها تكون فيها كل التخصصات لان الطالب يطلب التخصصات الكل، ما نحبوش احنا نرفضوا اي طالب يجينا باش يسجل ونقولوا ليه راه التخصص هذا ما عندكش، ولذلك حبينا باش تكون التخصصات الكل موجوده، وبالاضافه الى ذلك باش نعملوا شهاده تكميليه اللي هي فيها تمفصل ما بين الأكاديمي والجمعياتي، خاطر الطالب بعد اللي يكمل الشهادة متاعو الأكاديمية يجي للجمعيات ويقول نحب أنا نعمل لي فورماسيون، نحب التكوين، نحب يعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، وزيد أون بلوس لي سي في ولي زونتروتيان دومبوش ديما يطلبوا من الطالب شنو هي الفورماسيون اللي عملتها بخلاف الاختصاص متاعك، ولذلك احنا نحب نعملوا حاجة جديدة في الكلية هذه أن كل طالب باش يجي يقرأ عندنا عنده في العام دو موديول خارج الاختصاص نتاعو اللي هما يدخلوا في التكوين الجمعياتي، ليدرشيب، انتربرونيا، حضارة إسلامية إلى غير ذلك. وهنا احنا في البوان دو بريس اللي عملناها عطاونا بوكو دو بروبوزيسيون، لي بروبوزيسيون اللي عطاوهم لنا باش ناخذوهم بعين الاعتبار اللي هي دي بروبوزيسيون هامة جدا، معناها البوان دو بريس هذيا حلت لنا آفاق جديدة في المنهجية والميثودولوجي اللي باش نخدموا بها في الكلية. وان شاء الله في الاوفرتور نتاع الكليه تكونوا زاده معانا انتم حاضرين. الحياه فام، الاذاعه الاولى للصحه في تونس. الحياه فام.